احييكي واحيي المشاهدين الكرام من مدينه شرم الشيخ، ونبقى معكم بالتاكيد متابعين لفعاليات افريقيا 2018 من مدينه السلام. بالتاكيد وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسه رواد الاعمال من الشباب التي عقدت منذ دقائق قليله، ان عناصر التنميه كلها موجوده، الحكومه والشباب ورجال الاعمال، ذلك يتكرس بقوه من خلال الواقع بشكل مؤشري ومن خلال ما سوف يكون عليه المستقبل القريب بإذن الله. معي ومعكم في هذا اللقاء المهندس محمد أبو العنين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الاقتصادي العربي ورجل الأعمال الكبير. أهلا بحضرتك وسعداء بتشريفك لنا معنا وإتاحة هذه الفرصة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. بالتأكيد عندما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها منظومة متكاملة وعناصر رئيسية ثالوث فاعل جدا، ملمح رئيسي فيه بالتأكيد هو رجال الأعمال في الوقت اللي فيه هذه التحديات الإفريقية وهذا المنتدى بالغ الأهمية اللي بيعقد في نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ، ودايما فيه مسعى حديث لأننا نعيد إلى القارة السمراء سابق عهدها في وقت كانت فيه سلة للغذاء العالمي، نحن نتغلب على كثير من العقبات واللي منها كما تفضل أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وكذلك البنية الأساسية. تعقيب حضرتك ونواقع خبرتك، يعني كيف تنظر إلى المستقبل القريب على ضوء هذا الحراك وهذه المعطيات؟ أولا يعني الحقيقة النهاردة الجامع اللي موجود ده بيدل على أن مصر أصبحت في الصدارة بالنسبة لأفريقيا، لأنها يعني بتستضيف الكم الهائل دلوقتي من الشباب على مستوى القارة كلها، وبالتأكيد إمكانيات القارة الأفريقية إمكانيات كبيرة جدا، مش الغذاء فقط، لا ده انت لما تبص كده على المعادن الثمينة اللي هي بتغلي أفريقيا وهي مطمع العالم كله، كل القارات الستة كلها، كل الدول المتقدمة كلها عينيها على ثروات أفريقيا من الماس ومن اليورانيوم ومن النحاس ومن المعادن الثمينة كلها والغاز والبترول. الحقيقة القارة قارة غنية، وغنية بشبابها وغنية بأفكارها وغنية بموقعها، فالحقيقة هذه الأوان النهاردة نحن نعظم القيمة المضافة لكل هذه الإمكانيات. الشباب النهاردة لما بيجي بيكلموا على رؤى مستقبل موجودة للقارة، وأنا أعتقد إن شاء الله السنة الأول يعني أول السنة الجاية مصر هترأس الاتحاد الأفريقي، ومصر الحقيقة هيكون لها رؤى جديدة وفيجن جديدة بحيث إنها تعمل حراك أكبر وأكبر في القارة. يمكن سيادة الرئيس النهاردة لما بيتكلم على البنية الأساسية مش على مستوى البنية الأساسية للدولة، الدولة لكن أنا بتكلم دلوقتي على البنية الأساسية للتعاون الأفريقي. ده يعني لما بيتكلم على خطوط الطولية وخطوط العرضية للنقل، لأنه مشكلة المشاكل النهاردة في الاستثمار وفي التجارة هي الحقيقة النقل، هي بعض يعني الأماكن اللي مش مطلة على البحار، وبالتالي مفيش خطوط منتظمة ومفيش يعني سياسات ترويجية وتسويقية للمنتجات، في غياب كبير قوي للمعلومات. فأين الأوان النهاردة أن القارة يعني تبدأ تبرز هذه الإمكانات وتبرز مواردها الطبيعية والبشرية وتبدأ تفكر في بنية أساسية حقيقية تخدم القارة كلها؟ في الخط اللي نازل من اسكندرية الكيب تاون ده هيحل مشكلة الجزء الشرقي، لكن الجزء الغربي ما تحلش. ما زلنا بنتكلم على مواني محورية عندنا تخدم القارة كلها وتخدم تربطها بأوروبا. الجماعة الصينيين عملوا طريق الحرير اللي هيربط برضو آسيا بأفريقيا بأوروبا. في الحقيقة فكر جديد غير تقليدي وفكر استثماري ضخم. أن أوان النهاردة أن مصر تستغله والقارة الأفريقية تستغله ونبدأ نشوف احنا نقدم للعالم ايه، مش الغذاء بس، الغذاء طبعا على رأس القائمة، لكن النهاردة القيمة المضافة للخامات الأولية للقارة ان وانها تصنع في القارة ويعاد تصديرها برضو الى أسواق العالم المختلف. والمتابع لفعاليات أفريقيا 2018 الحقيقة فندم بيلاحظ كمان أنها فرصة ذهبية كملتقى لأفريقيا من جانب وأوروبا من جانب آخر، من خلال أيضا ما تم تسليط الضوء عليه من اتفاقيات تمت بين بنك الاستثمار الأوروبي وغيره من الكيانات الاقتصادية الأوروبية مع الجانب المصري، اللي بالتأكيد هو نموذج للتعاون المرتقب بإذن الله ليتجه نحو شكل أفضل مع القارة السمراء
الكرة ينظر فيها أن هي شريك على قدم المساواة. إزاي ده ممكن يوصل رسائل إيجابية عن الأجواء المواتية للاستثمار ومناخ الأعمال العام في مصر في هذه المرحلة؟ هو يعني الفكرة ببساطة كده هو طرح خريطة استثمار أفريقيا في الصناعة في الزراعة وفي الخدمات، وقد ايه نبقى في يعني وين وين سيتويشن بيننا وبين قاره اوروبا مع قاره اسيا. احنا التعاون النهارده العالمي بيجري وراء ازاي يكسب وازاي يعيش في مكان ملائم ومستقر. النهارده القاره بكل امكانياتها دي ان الاوان ليها انها تخاطب اوروبا، وفي اتفاقيات ثنائيه وجمعيه مع اوروبا، وفي برامج تمويل مخصصة لبعض المشروعات أو للبنية الأساسية. ممكن قوي الخريطة دي كلها، خريطة البنية الأساسية كلها بعد لما نتكلم الفترة اللي جاية. ليه احنا بنقول ان الفترة اللي جاية عاوزين نفكر في إمكانيات القارة ككل وتكاملها مع بعضها البعض، زي القارة تتكامل وتغذي بعضها البعض سواء كان بخامات أو بموارد طبيعية أو بشرية. الفترة اللي جاية دي القصة دي عايزة فكر وعايزة تكنولوجي وعايزة مبادرات غير تقليدية وعايزة تمويل. هنا بقى القارة عليها انها تجيب المتخصصين اللي يقدروا يدرسوا هذه الموضوعات ثم يقدموا للعالم فكر جديد، منظومة جديدة غير تقليدية فيها بقى امكانيات القارة وتصنيع القارة والزراعات اللي تزرع والصناعات اللي تقوم على الزراعة في القارة واستخراج المعادن النفيسة فيها كلها وتحقيق القيمة المضافة للقارة. ويعملوا بعد كده هم اصحاب جزء التكنولوجي والفرقة هنا اصحاب الخامات الأولية اللي ممكن هنا العالم كله عمل جوين فينشر مع بعضه ويقدروا يوردوا للعالم قيمة مضافة جديدة. أنا بتهيألي الاتفاقات الثنائية والجماعية فيها النصوص دي، والنهاردة دراسات الجدوى من المتخصصين ومن العلماء ومن أصحاب الرؤى اللي هي طموحة، مش الرؤى الضعيفة، الدول الضعيفة مش تعمل حاجة الفترة الجاية. النهاردة العالم يتكلم على التقدم التكنولوجي، التقدم العلمي، يتكلم عن قضايا التعليم في القارة، بيتكلم على تعظيم القيمة المضافة، تعظيم الموقع والعائد منه، بيتكلم على طرق جديدة للربط بين قارات العالم كلها. القارة غنية وتقدر تقدم العالم كتير جدا، وأنا أعتقد إن شاء الله العالم هيشوف طفرة كبيرة جدا لما مصر ترأس هذه القارة، وسيد الرئيس أعتقد النهاردة لمح إن احنا هنرأس ولدينا يعني أجندة كبيرة جدا في البنية الأساسية. وهو احترم طبعا الوجود اللي موجود يعني الجامع اللي كان موجود احترمه جدا، لكن مصر هي يعني هي دولة كبيرة في أفريقيا وأكبر شأن ليها وأكبر فكر ليها. بالتأكيد يا فندم في دلالة كبيرة جدا زي ما حضرتك تفضلت في الزمن قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في أوائل عام 2019 إن شاء الله. وبالتأكيد يعني حديثا عن هذا الموضوع بنسمع جملة كتير قوي ريادة الأعمال، وسمعناها في الدورة السابقة للمنتدى الإفريقي 2017، وهناك دليل دامغ بنشوفه من خلال الفعاليات اللي حصلة أنها أفعال وليس مجرد أقوال. الرئيس طرح في الجلسة الخاصة بريادة الأعمال إن هيكون في تطوير في التشريعات، هيكون في حديث متصاعد أيضا عن مشروع الفرد الواحد أو مشروع الشاب الواحد، وده هيحل واحدة المشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني أنا درست النهاردة أتكلم على خمس موضوعات اللي اتعملوا بالفعل. مصر قدمت إيه الفترة اللي جاية للشباب؟ منها مشروع فكرتك شركتك، يعني واحد يفكر في أي موضوع بقت شركته خلاص والناس بتخش تفكر معاه وتموله، وده نهج جديد. شركة الفرد الواحد ده نهج جديد، مبقاش بقى واحد يعني لازم شركة ولازم بقى مجموعة ولازم، لا شركة واحدة مكونة من شخص واحد، وده برضو فكرة جديدة بيسر الأمور وبيبسط الجماعة المستثمرين صغار المستثمرين. برضو دي محاولات احنا بنقدمها للناس، لكن سيادة الرئيس النهاردة اتكلم على البنية الأساسية، ده محور الحديث الحقيقة. وبعدين اتكلم على المؤسسات الدولية والتمويل واتكلم على أوروبا، ودي حقيقة نقطة مهمة جدا. إذا كانت أوروبا عاوزة تستغل قدرات أفريقيا فعليها إنها تشارك بجزء التكنولوجي والجزء التمويلي عشان يقدر يقوم ويكسبوا هم بعد كده كمان. اتكلم عن الطاقة وعن البنية الأساسية، والطاقة جزء محوري جدا لأفريقيا. الطاقة بالذات
هي يعني هي المحرك الاساسي في كل حاجه. بتكلم على الطاقه، ازاي احنا نقدر نزود مشروعات الطاقه، وطبعا في جزء العلم الجديد للطاقه الشمسيه والطاقه الرياح والطاقات الغير تقليديه الجديده والمتجدده، الحقيقه ليها يعني باع كبير قوي، ممكن نجاحه افريقيا الشمس فيها حوالي 4000 ساعه في السنه، ودي يمكن من اعلى معدلات عدد الساعات اللي ممكن تولد طاقه شمسيه موجوده. انا متهيألي المؤتمر في بدايته كده واضح قوي، هو بيدي رسائل للعالم كله، ومصر هتقوم بدورها. وانا اعتقد انت عارفين احنا سياده الرئيس لما بيمسك حاجه قد ايه بيقودها بسرعه، وقد ايه هو بيبقى قوه دفع حقيقيه للانجاز الحقيقي، ومش الراجل ده يعني كلام قليل لكن افعاله كثير قوي. فهتشوف ان شاء الله افعاله في القاره الافريقيه بمفاجات غير تقليديه ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا يا فندم، حديثا عن الرسائل الايجابيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، من ضمن الرسائل الكبيره والمهمه جدا مصر تستطيع، واحنا ما كناش هنشوف الفعاليات دي ولا اللي بيحصل في شرم الشيخ، منتديات كتيره جدا مهمه، ده مش من فراغ، ده رؤيه ثاقبه من المحيط اللي حوالينا العربي والافريقي والدولي لطبيعه ما يحدث في مصر، لحجم الاصلاحات والاختبارات الصعبه الامنيه اللي مصر نجحت فيها باقتدار بشكل كبير جدا. ازاي ده ممكن فعلا يخلي مصر نموذج يحتدى به كدوله افريقيه بتسعى جاهده مش بس ان يتطور نفسها، ولكن لصالح ولمستقبل افضل للقاره السمراء، وازاي نبني على الحراك اللي حصل ده اللي هيكون اخيرا وليس اخيرا ما نشهده الان في مدينه شرم الشيخ من منتدى افريقي افريقيا 2018. طبعا الرسالة الحقيقية لوجود أي مؤتمر في مصر بصفة عامة، في شرم الشيخ بصفة خاصة، هي رسالة للعالم كله على الأمن والأمان للمنطقة. هي رسالة بتقول للعالم أن مصر آمنة ومستقرة. هي رسالة بتقول للعالم وللسياحة وللصناعة وللمستثمر، تعالى بقى خلاص العهد الماضي اللي حصل مش هيكرر تاني. عندنا قواتنا المسلحة قدرت تحاصر الإرهاب وقدرت توقف البلد امنيا بعد ما انهار الامن فيها كله في فتره وجيزه جدا، تعتبر في اعداد المعجزات ان يعود الامن والامان لمصر كلها وحدود مصر كلها تؤمن وسيناء تبقى امنه، ويبقى قصه الارهاب اللي كان مخيف العالم كله، اللي العالم كله كان عاوز ينقل طرابوره من افغانستان يحطها في سيناء عشان يبقى جنب اوروبا ويقوم بعمليات ارهابيه هناك، مصر قدرت تحمي العالم كله من ويلات الارهاب، وانا اعتقد ده نصره كبيره جدا لقواتنا المسلحه وللرئيس السيسي. هنا التقدير الكبير اللي حصل بقى للرئيس ولمصر، هنا التقدير هي الرساله الحقيقيه اللي قدرنا نوصلها للعالم، ان احنا مصر تستطيع. اول استطاعه لمصر كانت الاستطاعه الامنيه هي الاستقرار، وبعدين بعد كده البنيه الاساسيه التشريعيه. لما جت مصر النهارده بدات تشوف منظومه الاستثمار التشريعيه في مصر، وبدات تحط النقاط على الحروف في افكار جديده، في افكار جديده، في قانون استثمار جديد، وكل القوانين اللي كانت اصلا كنا بنشتكي منها كمستثمرين، واللي هي القوانين الجديده المحفزه والمشجعه للاستثمار في مصر في كل ضواحيه، اعتقد منظومه الاستثمار دي بدات تختلف. وبعدين النهارده بدانا نتكلم مع المالتي ناشونال، بدانا نتكلم مع دول تقيم مدن صناعيه جديده باسمها، يعني عندنا الصين عملت مدينه صناعيه صينيه، وعندنا روسيا مدينه صناعيه روسيه، وهنبقى على ضفاف قناة السويس مشروعات عملاقة كبيرة جدا بأسماء الدول وفيها التخصص الإنتاجي. هنا بدأنا نخاطب العالم بلغة جديدة خالص ما كناش بنتكلم فيها قبل كده. النهارده الخريطة الاستثمارية في مصر كلها ما بقتش في محافظة أو اتنين زي زمان، لا ده النهارده المثلث الذهبي واخد من مرسى علم لغاية حلايب وشلاتين، وفي بقى ملاذ وطاف فيه من معادن ثمينه، وفي ذهب، وفي مشروعات صناعيه، وفي سياحه، ونيجي بعد كده في جنوب الوادي هنلاقي برضو كل محافظه فيها نهضه عمرانيه كبيره. النهضه العمرانيه الكبيره دي نهضه بتخاطب العالم على فرص استثمارية جديده، ممكن تبقى نهضه عمرانيه لبناء مجتمعات عمرانيه جديده، عاصمه جنب العاصمه القديمه للمحافظه، وفي نفس الوقت مدن صناعيه متخصصه. بنتكلم على المشروعات العملاقه اللي قامت في العاصمه الاداريه الجديده، بنتكلم على شمال غرب خليج السويس، وبنتكلم على شرق التفريعه في شرق بورسعيد، بنتكلم على رؤى جديده بتخاطب العالم، يا اما سياحه يا اما صناعه يا اما خدمات، يا اما بنقول للعالم بقى تعالى اهي عملنا لك الامان وعملنا لك التشريع والبنيه الاساسيه، ما زال كل يوم بتتحسن، كل يوم بتتحسن.
وانا اعتقد الفتره اللي جايه دي هتشوفي ارقام الاستثمارات بتختلف عن السابق تماما. ما اكثر الامثله يا فندم الحقيقه الايجابيه، وان شاء الله تزداد في الفتره اللي جايه. ودوما لما بنتكلم عن الاستثمارات وعن التنميه حديث الارقام مهم جدا. خلينا نقرا دلوقتي الارقام والاستثمارات الافريقيه في مصر والاستثمارات المصريه في افريقيا ونتابعها سنه بعد سنه، واكيد هتختلف ايجابا بشكل كبير جدا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمد ابو العينين رئيس الهيئه الاستشاريه العليا لمجلس الاقتصادي العربي ورجل اعمال كبير، شرفتنا يا فندم، جزيل الشكر. نبقى معكم مشاهدينا الكرام وبالتاكيد متابعتنا هتتوالى معاكم، والمزايد هتتابعوه معانا. ويوم حافل في الغد هيبدا تقريبا في 9 صباحا، والمزيد من الجلسات وافاق ارحب ومستقبل افضل للقاره السمراء وتغيير الكثير من المقدرات اللي بتشهدها والامكانات ايضا التي تتمتع بها. اليك هبه.